جينا للكلام اللي بيوجع بقى، جينا للكلام اللي بيتعب بقى، جينا للكلام على منتخب مصر، منتخبنا الغالي، منتخبنا الغالي اللي احنا عايزين يروح ياخد البطولة ويروح يكسر الدنيا ويعمل سكس فوتبول وكرة جميلة. طب احنا عندنا عناصر تلعب سكس فوتبول؟ لا والله مش موجود. طب عندنا مدير فني بيحب الكرة الهجومية؟ لا والله، كارلوس كروش كل تاريخه على الكرة الدفاعية. طب امال احنا يعني احلامنا دي جاية منين؟ بطل افريقيا 7 مرات. كده ماشي، يعني احنا هنتكلم عن ان احنا بطل افريقيا 7 مرات. طب النسخه اللي فاتت كنا عاملين ايه؟ والله طلعنا على ارضنا من الدور الثاني قدام جنوب افريقيا اللي كانت صاعده ثالث. طب ضيعنا كام جون؟ لا والله، ما احنا ما رحناش لحد الجون بتاعهم، ده كانت ماتشات سيئه وقدمنا اسوأ نسخه في تاريخنا ككره قدم، ما قدمناش ب2 جنيه كوره. طب امال الناس اللي بتتكلم على منتخب مصر رايح من المرشحين بتتكلم بناء على ايه؟ طب الناس زعلت لو محمد صلاح قال احنا لسنا من المرشحين الاوائل ليه؟ يعني الناس زعلت ليه طيب؟ ما لو قعدنا نبص على هل احنا فعلا تاريخنا في اخر نسخه يقولوا ان احنا نروح نسيطر على البطوله؟ لا، بس البطوله اللي قبلها لعبنا فاينل. ماشي معاك، بس البطوله دي برضه ما قدمناش فيها كوره، وبرضه الناس زعلت على الاداء، قالت لك يا عم كوبر احنا ما بنحبش الكوره الدفاعيه، بس المشكله ان احنا قعدنا نغير مدربين كتير، ولما كارلوس كروش لعب بطريقه دفاعيه في كاس العرب كلنا قلنا الله ده شبه كوبر. ما عزيزي معلش، يعني اما ضحكوا عليك وقال لك ان كروش بيحب الكوره الهجوميه، بس هو مش كده خالص يعني، معلش يعني. بس لو قعدت تبص على التشكيله بتاعتك والعناصر اللي موجوده عندك، هل هي تسمح لكارلوس كروش ان هو يلعب سكس فوتبول والراجل بيحب الكوره الدفاعيه، ولا العناصر اللي عندك اخرهم كده تلمهم وتوقفهم قدام الجون ونرجع تاني يا ابن الحلال انت وهو نرمي لصلاح؟ بس المشكله كلوب بقى غير طريقه لعب صلاح هو وزباليتي، ومن وقتها بطلنا ندي لصلاح، من وقتها صلاح بقى بيستلم في رجله، ودي بقت بتخلينا نعاني، لان احنا كنا الاول اي كره من نص الملعب بالزربيو اداها لصلاح على طول، صلاح هيجري ويجيب جون. بس المشكله بقى موضوع الباك اليمين، لان احنا عندنا اكرم توفيق باك يمين عالمي دفاعيا، بس هجوميا ما عندوش بجد والله. بس هل هو كباك سيء؟ لا والله، الراجل مش باك سيء. ليه؟ لان الراجل اساسا لعيب نص ملعب، فبسم الله ما شاء الله الباك الاساسي المنتخب مصر ناحيه اليمين لعيب نص ملعب ده بجد والله يعني. طب احمد ابو الفتوح الناحيه الثانيه قادر ان هو يشيل المنتخب المصري في الشق الهجومي؟ ابو الفتوح بصراحه هو عمر مرموش يقدروا يعملوها، يقدروا ان هم يعملوا جبهه قويه جدا هجوميه، بس ابو الفتوح عنده مشاكل دفاعيه كتير هنا. ابو الفتوح حرفيا ما بيعرفش يدافع، ده غير الونش. محمود حمدي الونش ممكن يقدم لك مباريات تحس ان هو احسن مدافع في افريقيا، ومباريات تانية تحس ان الونش ما جاش معانا خالص، يعني مباريات تانية تحس ان احنا ناسيين الونش في الفندق. حجازي في ماتشات برضو بتلاقي ان حجازي مقدم مستوى عالي جدا، وماتشات تانية بتحس ان حجازي عنده خمول غير طبيعي كده، اللي هو خير يا حجازي يعني مالكش مزاج تلعب النهارده؟ طب الدنيا فيها ايه؟ طب يا كابتن، طب الدنيا فيها ايه؟ ورايحه فين وجايه منين؟ طب تقعد بقى تبص على خط النص، مش هنسى انا كلمه طارق دياب والله لما قال لك ده واحد من اسوأ خطوط الوسط لمنتخب مصر في تاريخهم، بس يعني كانت عاليه منه قوي، لان هو ما شافش خط النص اللي كان موجود عندنا في كاس افريقيا، وهو طارق حامد والنني وعبد الله السعيد، وطارق حامد كان افضلهم، وسبحان الله داخلين البطوله اللي بعدها بالنني وعبد الله السعيد واستبعدنا طارق حامد، اللي هو ابداع ابداع والله بجد. طب حمدي فتحي لعيب مميز جدا، بس حمدي فتحي الفتره الاخيره مع الاهلي بقى بيلعب مساك، يعني بسم الله ما شاء الله رايحين بنلعب باك يمين مش باك يمين، والمستاك بتاعنا اللي هو بيلعب في الاهلي بقى بيلعب ديفندر، اللي هو الله اكبر، ده احنا في ابداع بيحصل في المنتخب. والله طب النني اللي بيلعب كل ربع ساعه في ارسنال بنقعد الله، النني بيشارك بيجي عندنا يلعب اساسي قهر كده، اللي هو بيلعب على هو وابو صلاح، ليه بيغطي ورا ابو صلاح؟ طب بالنسبه بقى ان اكرم توفيق مش هيعمل ادوار هجوميه، هيبقى النني بيغطي ورا صلاح واكرم توفيق بيغطي ورا صلاح، الفرقه كلها تغطي ورا صلاح. طيب وفي حين الناحيه الثانيه عمر مرموش والغالب ان هو يروح يعمل ادوار دفاعيه، بس في هنا معضله، لان التشكيله اللي اتسربت من شويه، لان احنا عندنا في منتخب مصر كده في عاده حلوه، التشكيله بتنزل قبل الماتش بيوم، اللي هو ما تعرفش كده سبحان الله نفس التشكيله اللي اتسرب بتلاقي تاني يوم في الماتش، صدف والله، عندنا صدف غريبه والله. التشكيله نازله ان فيها عبد الله السعيد هيلعب بكره ناحيه عمر مرموش وابو الفتوح، عبد الله السعيد اللي في الماتشات اللي بيكون ايقاعها سريع، بلان عبد الله السعيد واخد معانا تحسيله، اللي هو بص يا جماعه احنا ننقل الكوره من رجل لرجل كده، ونقعد نص ساعه ننقل الكوره، وبعد النص ساعه دي نطلع بالكوره قدام خط الدفاع بتاع الفرقه المنافسه يقطعها. طب عبد الله، طب احنا كده هنعمل ايه؟ مش هنعمل حاجه. طب احنا هنكسب ازاي؟ طيب هجماتك المرتده بقى ابو صلاح، ويا سلام بقى لو مصطفى محمد حد يعني حد كده ابن حلال قدر يوصل لخط الاوت وعمل له عرضيه، يا الهي
حد يعمل عرضيات لمصطفى محمد هنجيب جوان. بس اكرم ملوش، ما بيعرفش يرفع. فابو الفتوح هو اللي مفترض يعمل العرضيات، بس ابو الفتوح هيسلم لمرموش، ومرموش ما بيحبش يلعب عرضيات، مرموش بيحب يشوط على الجون. طب ايه طيب ايه بجد والله، يعني المنتخب ده مطالب منه حاجات اكبر من امكانياته بكتير. طب تمام، المنتخب ده يمكن بضاعة الوالدين، وده بسر الضاعة والسجدة ونية الانتصار، ممكن بس ما تنتظرش منه اداء جميل. ممكن نكسب، ممكن نكسب، ممكن بكره نعمل مفاجاه من مفاجات البطوله ونكسب المنتخب النيجيري. والله بجد، ما احنا فعلا لو كسبنا نيجيريا بكره تكون واحده من مفاجات البطوله، والله بجد ده حقيقي بجد مش هزار والله. احنا اسم كبير وكده، بس زي ما قلت لك هنرجع بقى للبطوله اللي فاتت، هنلاقي ان احنا حاجه كويسه ان احنا نكسب نيجيريا. طب تمام، احنا دلوقتي مرشحين ان احنا نعمل اداء كويس قدام نيجيريا. زي ما قلت لك الاداء كويس ده انساه، انساه يا باشا موضوع الاداء الكويس ده. احنا جايين نلعب قدام نيجيريا بالنيه والروح وخلفيه الانتصار والكلام اللي احنا قاعدين نتكلم عليه ده. طيب احنا لو خسرنا بكره قدام نيجيريا، هل دي مشكله؟ مش مشكله عادي، لان احنا مفترض نكسب السودان ومفترض نكسب غينيا بيساو، الا بقى لو لوشنا ماتش السودان ولعبنا احسن توالت اللي هو ممكن. والله وكل حاجه وارده والله، لان منتخب مصر علمنا الفتره الاخيره ان مفيش حاجه فوق التقييم. ليه بقى؟ انت بتتكلم عن منتخب مصر كده بكل برود ليه؟ والله منتخب مصر بقى فيه حاجز ما بين الجمهور والمنتخب. والله بجد الحاجز ده حصل في بطولة 2019، الحاجز ده بدأ يكبر 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 لحد ما وصل ان كان فيه شريحة كبيرة في كأس الأمم الأفريقية بتشجع منتخب جنوب أفريقيا ضد منتخب مصر. بجد والله مش بهرج ولا بتريق، كان في ناس فعلا كتير بتشجع منتخب جنوب أفريقيا ضد منتخب مصر، لأن كان في ناس حاسة ان المنتخب ده مبقاش بتاعها، مبقاش ليها. تخيل انت الوضع مثل لمرحله ايه، ان احنا فرق مش مستنيين منها اداء، مش مستنيين منها نتيجه، ما عندناش كامل حماس ان الفرقه دي تكسب او تخسر. ليه؟ لان الفرقه دي حتى الناس اللي بتروح تشجعها وبتجري وراها ما عندهمش حتى فكره ان هم يروحوا يسقفوا للجمهور. والله بجد، يعني تخيل بيبقوا عاملين اداء سيء جدا وجوه الملعب مش شايفين قدامهم، وبيطلعوا ما بيسقفوش حتى للجمهور، جمهور عادي كفايه ان هم شافونا. طب انتوا قدمتوا حاجه؟ لا ما قدمناش حاجه. طب المنتخب اللي احنا بنتكلم عليه ده مرشح ان هو يروح يعمل اي حاجه في كاس الامم الافريقيه؟ مش مرشح ان هو يعمل اي حاجه. طب مفترض ان احنا بنحاول نبني جيل جديد مع مدرب زي كارلوس كروش؟ والله المفروض، ما احنا المفروض ان احنا بنبني جيل جديد، ومفروض ان احنا جايبين كارلوس كروش على كاس العالم، بس احنا بقى عندنا هنا حته الكبر اللي هو احنا منتخب مصر، احنا 7 ابطال افريقيا، احنا نروح نكسب اي بطوله. طب هل انت فعلا عندك العناصر وعندك الامكانيات اللي تخليك تكسب بطوله؟ ما عندكش. طب انت بتتكلم في ايه؟ ما بتتكلمش في حاجه. ليه بقى؟ احنا عندنا ميديا، بس احنا عندنا ميديا، والميديا دي برضو من ضمن العناصر اللي خلت الحاجز ما بين الجمهور والمنتخب يعلى قوي. بجد والله ان الميديا عندنا بتفرق ما بين لعيب الاهلي ولعيب الزمالك، فالجمهور بيحس ان انتمائه للانديه اكتر من انتمائه للمنتخب. فانت بتتكلم على منتخب مهلهل، بتتكلم على جمهور مش بيشجع المنتخب قوي، لان في ناس كتير قوي هتتمنى سقوط المنتخب بكره عشان يطلعوا يخبطوا في الكروش ويقولوا له قفشه، وناس تانيه تقول له طارق حامد. فانت بتتكلم على شريحه كبيره واقفه ضد منتخب مصر، وبتتكلم على الشريحه اللي واقفه مع منتخب مصر عارفه ان امكانيات الفرقه دي على قدها قوي. فلما لعيب زي محمد صلاح يطلع يقول لك تصريحات زي ان احنا مش مرشحين، ولما كارلوس كروش يطلع يقول تصريحات ان احنا مش مرشحين لكاس الامم الافريقيه، فالناس بتتكلم بمنطق، بس انت مش عايز تتقبل المنطق ده. ليه بقى؟ لانك واخد نفس الخامه من الاعلام المصري، وهو كذب ان احنا بنكذب، بس ان احنا رايحين ناخد البطوله. بس لو تقعد تفكر بالعقل والمنطق، انت مش بتاع بطوله، ولا ينفع انك تكون بطل افريقيا، انت مش هتقدم كره كويسه، لان انت مش بتقدم كره كويسه بقالك سنين، والخامات اللي عندك في الدوري المصري بتثبت لك فشلها الذريع لما بتروح تلعب مع منتخب مصر في اي محفل افريقي. غير ان احنا متفقين ان رتم الكره المصريه ورتم المنتخب المصري هو رتم سلاحف، يعني الكره ما بتتنقلش بسرعه. يعني مثلا اتفرجت على ماتش مانشستر يونايتد واستون فيلا من شويه، هتلاقي ان الكره بتتنقل بسرعه كبيره جدا من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه. احنا الكلام ده عندنا في مصر مش موجود. فانت لما بتتكلم عن منتخب مصر مش مرشح لاي حاجه، فاحنا بنتكلم بمنطقيه. انا عايز اشوف كره جميله وانت عايز تشوف كره جميله، بس احنا ما عندناش لعيبه تورينا كره جميله. فهمت ولا لسه ما فهمتش؟ فاتمنى بكره لو المنتخب المصري قدم اداء سيء تقعد تحسبها بالعقل والمنطق وتشوف النتيجه. كسبنا والله خير وبركه، خسرنا ده العادي والطبيعي والمنطقي. لو الفيديو عجبك بعد كل الطاقة السلبية دي اعمل لايك، لو الفيديو ما عجبكش اتمنى والله ان احنا نكسب ونقدم اداء جميل، بس الدخاء جاري يكلف يسير، يعني هيجيبوه منين؟ الله اعلم بقى. اللي بقى لو النني قلب بكرة جاتوزو وقدها رجولة، وايه اللي بقى لو عبد الله السعيد طلع نار من بقه؟ بس الكلام ده في الخيال مش في الحقيقة.
الكلام ده عند ناروتو هناك، مش موجود هنا عندنا للأسف.